راه ما كل ماشي كل شيء مقطع الاوراق وما مسوقش الشيء. انا بحال مثلا انا دابا انا واخا تهضروا فيا وتعايروني وتنمروا فيا وشحال درتوا عليا فيديوهات باغيين تدخلوني شحال درتوا في الفيديوهات باغيين تطيحوا لي خدمتي باش ما نخدم زعما ما نعيش شنو هادشي كامل كديروا لي بحال كيدخل من هنا يخرج من هنا ما كتسوقش لكم لانه انا عارفه جد بكم اش كتسواو انا عارفكم وانا مقطع الاوراق واش انايا دايرس دارو ما كنخاف تمشي واحد وما خفتش لا من الوالدين لا من العائله وغادي نخاف منكم ولا غادي تدمروا عليا ولا غادي تبقاو تحطوا لي ستوريات وداك الشيء وغادي يسحب لكم غادي نقصوا فيه شي حاجه لا لا راه ماشي كلشي بحال بحال وعطيو اتساع على لطيفة رأفت الله يجازيكم بخير شتو عوض ما تدروا على لطيفة رأفت تنمروا عليا انا مسامحكم هذيك راه امراه هذيك راه ام عندها بنيته هذيك راه حنينه هذيك الضربه اللي في وجهها الحجاب طريقة وراه ماشي كلشي بحال بحال عيقوا عليها شويه واش نسيتوا الفن ديالها نسيتوا الاحترام ديالها نسيتوا الصواب ديالها نسيتوا الوقفات ديالها نسيتوا شحال دفعات على اي حاجه كتخص الوطنيه ديالنا زعما نتوما اقسم بالله ما شفت اول من نتوما ومن واحد بواحد وحده بوحده الا ما رحم ربي يما يا يما 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 وكون عرفتي ما بيا احبابي هجروني يا يما وطاح الضيم عليا انا فاركي ما كمل قصدي